السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شي وجديدة من شيوات أم شمس. كنتمنى دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. اليوم بإذن الله غادي نقترح عليكم من بعد طبيعة الحال ما نزلت فيديو ديال طريقة ديال تقشير اللوز بطريقة سريعة وفي دقائق معدودة. دابا ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض العقدة ديال اللوز، يعني العقدة اللي كنستعملوا في الحلويات البريستيج، كذلك الحلويات التقليدية اللي كنستعملوا فيهم العقدة نتاع اللوز بطريقة جد بسيطة، وكيجي واحد العقدة اللي رائعة جدا. فكنتمنى الفيديو اليوم الى الاستحسان ديالكم، ونمشيو المقادير وطريقة التحضير. هنا بالنسبه للطريقه ديال عقده اللوز، غنحتاجوا 250 غرام ديال اللوز اللي فسخناه وناشف ليله كامله، وغنحتاجوا معاه 250 غرام، غنحتاجوا معاه 125 غرام ديال السنيده. دابا نطحنوا اول حاجه اللوز بوحدو كما شفتوا معايا هكا. دابا من بعد ما طحنا اللوز بوحدو بحال هذا الشكل، غنضيف عليه دابا 125 غرام ديال السنيده، وغادي نخلط مزيان هذا الخليط هذا، وغادي نعاود نطحن مره ثانيه. يعني النوبه الاولى كنطحنوا اللوز بوحدو بدون ولا حاجه، من بعد كنضيفوا عليه السكر سنيده. دائما يعني اللوز نصف الكميه ديالو تتكون سكر. انا كنستعمل سنيده لانها كتعلكو، كتجي يعني كيجي واحد العقده اللي معلكه. والنوبه الثانيه كنعاودو نطحنوه مع السكر سنيده، كنخلطو دابا الكل، نعاود نطحن ثاني الخليط ونكملوا الوصفه ديالنا. هنا من بعد ما طحنا اللوز ديالنا، غنحتاجو واحد المعلقه، نص معلقه صغيره، نصف ملعقه صغيره ديال الجليكوز، غنحتاجو جوج معالق كبار ديال الماء زهر، وغادي نحتاج معلقه صغيره ديال لاكونفيتور. انا استعملت لاكونفيتور ديال الخوخ، ممكن تستعملوا حتى لاكونفيتور ديال المشمش، المهم انكم تصفيوها. وغنحتاج معلقه صغيره ديال الزبده. هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه، دائما كناخذوا البول ديالنا، واحد الاناء كنعملوا فيه الزبده. اول حاجه هي الزبده، دائما هكا نزلوها. غادي نضيفو كذلك المربى ديالنا او الكونفيتور في هذا الكونفيتور، كيعطي واحد التعليكه هائله وواحد المذاق رائع في العقده. فبالمناسبه هذه العقده راه ممكن تستعملوها في اي حلويات، يعني على حسب الرغبه ديالكم. كنزيدو فقط النكهات. فغادي نضيف كذلك شويه ديال الجليكوز اللي هو تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره، فما تكثروش الجليكوز، لانه الا كثرتوه فراه كتجي العقده ملي كطيب الحلوه كتولي العقده بحال الحجر. يعني الجليكوز ما كنكثروش، وكنخلطوه دائما مع ديك الزبيده والكونفيتور، عاد تنحركوا الكل. هنا من بعد ما ضفنا، غنبدا نضيفوا قطرات ديال الماء زهر، وحنا كنجمعوا في هذه العقده هذه بحال هكا، وحنا كندلكوا هذه العقده ديالنا كما كتشوفوا معايا. غنبقى ندلك في العقده ديالي حتى كتجمع معايا مزيان. وهنا لكم الاختيار، ممكن تضيفوا مسكه حره، ممكن تضيفوا القرفه، ممكن تضيفوا قشور الليمون او قشور الحامض، على حسب الحليوه اللي بغيتوا تستعملوا. انا هنا نخلي لكم العقده بحال هذا الشكل، والمنسمات كتبقى عندكم على حسب الرغبه. فهنا العقده ديالتنا كتكون وجدات، كتجي صراحه عقده اللي هائله ورائعه جدا، معلكه وتجي في الحلويات غزاله بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، ودائما الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والعائله باش تعمل فائده، وكذلك في مواقعكم التواصليه. اما الى كنتوا اول مره تزوروا القناه، فمرحبا بكم دائما بالاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. كما كتشوفوا معايا هنا العقده كتجي معلكه، واحد البنه فيها اللي رائعه جدا، كنتمنى انكم تجربوها. اما الا كنتو بغيتو تحتفظوا بهذه العقده هذه، يعني بغيتو توجدوها من قبل وبتحتفظوا بها، فما عليكم الا تعملوا هذه العقده هذه كما كنعمل انا، يعني في الورق في البلاستيك عفوا الغذائي بحال هذا الشكل، وكنعملها في المجمد. حتى حين يعني كنبغيها كنجبدها من المجمد، وكنخليها حتى كتطلق، وكنخدم بها بكل سهوله. فالى وصفه مقبله باذن الله. كانت معكم ام شمس، والى اللقاء.